كفر سجنه 16/10/2012، آثار الدمار الذي خلفته، صواريخ التي ألقتها الطائرات الحربية على قريد كفر سجنة. الله أكبر، الله أكبر، حارة بالكامل تدمر في قريد كفر سجنة. الله أكبر، الله أكبر. كفر سجنة 16/10/2012، تدمير حي بالكامل على رؤوس أصحابه. الله أكبر، الله أكبر. دمار شبه كامل للقرية، لم يبقى في القرية أحد. الله أكبر، الله أكبر. كفر سجنة 16/10/2012، وهذه القذائف التي تسقط على القرية. كفر سجنة 16/10/2012.